مشاهدينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان اهلا بحضراتكم. اقل من شهر بيفصلنا عن حفل توزيع جوائز الاوسكار ال 95 تقدم اعلى تكريمات لافلام وممثلين وممثلات ومخرجين عن العام الماضي بعد تسليمها بتتغير حياه الفائزين على مستوى الاجر والمكانه او حتى الطريقه اللي بتسجل بيها اسمائهم في تاريخ السينما. يتنافس في فئة أفضل ممثل في دور رئيسي خمس ممثلين لم يحصل أي منهم على الجائزة من قبل هذا هو ترشيحهم الأول على الإطلاق في هذه التغطية نستعرض من قدراتكم قائمة المرشحين لأوسكار أفضل ممثل لعام 2023 البداية مع أوستن باتلر الممثل الأمريكي من مواليد 1991 لا يحمل سجله الفني العديد من الأعمال السينمائية أو التلفزيونية الرنانة لكن اتاح النجاح المفاجئ باختياره من المخرج باز لورمان لتأدية دور المغني الأيقوني الفيس بريسلي في فيلم الفيس. بدأت مسيرة أوستن باتلر لما كان نجم لأعمال ديزني ونيكلوديان الموجهة للأطفال. في عام 2018 ظهر على مسارح برودواي الشهيرة يعرض لمسرحية رجل الثلج يأتي. وفي العام التالي اختاروا المخرج وينتن تارنتينو لأداء دور صغير أمام كل من يوناردو دي كابريو وبراد بيت في فيلم حدث ذات مرة في هوليوود أما النقطة الفاصلة في مسيرته التي سيتذكرها الجميع هو أداؤه لشخصية إلفيس بريسلي لجودة الفيلم الفنية ولشهرة الشخصية الحقيقية وقدرته الفائقة على إحياء الأيقونة الموسيقية ليس فقط بالتمثيل ولكن أيضا بالغناء بصوته والرقص إذ أذهل النقاد والمشاهدين. أما تاني المرشحين للأوسكار فهو كولين فارل اللي قدم على مدار مسيرته المهنيه العديد من الادوار الناجحه والشهيره حصل على العديد من الجوائز منها اثنين في جولدن جلوب ومجله تايمز الايرلنديه في عام 2022 قدم ثلاث افلام متنوعه الاول ذا باتمان اللي لعب فيه دور البطريق والثاني 13 حياه والثالث الفيلم اللي استحق عليه ترشيح الاوسكار جنيات أنشرين اللي قام فيه بدور بادريك الرجل الساذج اللي بيعيش على جزيره منعزله اما الممثل البريطاني بل ناجي فهو ثالث المرشحين للاوسكار هو صاحب مسيره فنيه كبيره حصل على العديد من الجوائز منها اثنين من فئه بافتا وجولدن جلوب بالاضافه الى ترشيحه الجديد للاوسكار عن فيلم معيشه اللي حصل على تقييمات ايجابيه تلقى اداء ناجي اشاده خاصه في حفل توزيع جوائز الاوسكار ال 95 تم ترشيحه لافضل ممثل وافضل سيناريو مقتبس أما رابع المرشحين فهو بريندن فريزر عن دوره في فيلم الحوت اللي أعاده للجمهور بعد غياب طويل فقدم فريزر قصة مدرس للغة الإنجليزية المنعزل صاحب الوزن الزائد للغاية بيحاول إعادة التواصل مع ابنته المراهقة أصل الفيلم على إشادات كبيرة من النقاد المرشح الخامس والأخير هو بول ميسكال عن دوره في فيلم بعد الشمس هو أصغر المرشحين للجائزة من مواليد 1996 درس التمثيل في أكاديمية لير بعدها قدم مسرحيات في مسارح دبلن وصعد للشهرة بفضل دوره في المسلسل القصير وناس عاديون في 2020 حصل عن دوره على جائزة بافتا تي في 2022 قدم أهم أدواره حتى الآن في بعد الشمس وفيلم درامي من تأليف وإخراج شارلت ويلز بتدور أحداثه في أوائل العقد الأول من القرن الواحد وعشرين لاقى الفيلم استحسان النقاد وتم اعتبار الفيلم من افضل افلام 2022 بشكل عام. دي كانت تفاصيل قائمه المرشحين لاوسكار افضل ممثل عام 2023، نتمنى نكون وضحنا الصوره لحضراتكم، بنشكركم على طيب المتابعه، انتظرونا دوما في المزيد والى اللقاء.